إذا نعود مرة ثانية بعد التحية والسلام على مولانا الإمام الهمام سبط الرسول. هذاك السبط ولا الذي يهمنا هنا. فأنتم أيها المغاربة عايشين في واحد الدولة كيحكم عليكم صباط ديال الرسول صبط صباط كيف كيف باطل كتعرف انتم كتعرفوا عليه باطل ما عندكمش ماركات اخرى عندكم باطل لان الوزير الاول اللي كان قريب ما عقلتش على سميتو هو اللي دار هي الشركه ديالو. تحيه لكل احرار ما كان نضحكوش ما كان لعبوش الخزي والعار الناس اللي كيطاولوا على الأحرار. أنا بلا ما نذكر راه الناس غيكونوا شافوا واحد الكلب الحقير اللي ينسب نفسه للأمازيغ والمناضلين وهو كبران كبران ديال الزعفران كيطاول الفيديوهات ديالو الاخوه اللي حنا كنعزوهم وغندافعوا عليهم واخا نختلفوا معهم غندافعوا عليهم. سأدافع على كل انسان كان يدافع الحريه حيت انت عرفناك ما كاين لا حريه لا طاقيه لا جبليه انت كاينها الفرماج الزبل. جيتي لألمانيا كنتي كدير سلسلة وحدة وفيها كرو أنا مسيحي ودرتي وليت كدير ثلاثة بحال الكلب الكلب ثلاثة أنا مسيحي شوفوني ألمانيا شوفوني أنا مسيحي كدير الراية الأمازيغية اللور ومكتهدرش عليها ومؤخرا وليت كتهضر على الريف. الناس ديال الريف لا يحتاجون لكلامك. انا بلا ما نجبد المنطقه وانت امازيغي من ديك المنطقه وديك المنطقه معروفه هضر على المنطقه ديالك ما تهضرش على الريف الريف كبر منك هضر على المنطقه ديالك صلح بنت خوك بنت اختك 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 وريها هاد يا الكابران. انك باش تطاول على اناس مناضلين عندهم تاريخ وتعيط عليهم في ذاك الراديو ديال الخرا ديالك راديو الجمهوريه راديو ديال اللوز كتصحابنا حنا دري صغار الراديو نعيط انا لفلان اجي نتاعي هضر معايا صوني ما كاينش صوني على اجي دخل وفي الاخر تكركبو انت تولي تعتدي عليه انت عرضتي عليه وتبقى تقول له الا كنتي حنا كنعرفوك مخزني عسكري ديال الخراب ديال الخراب انا في نظري ديال الخراب باش نفضيو هاد القضيه. الا كتعطينا اشاره دابا انت الحياه ديالك كامل الفيديوهات ديالك شوف 99% كلها محمد السادسة القحباتة ودابا انت وليت كتعطي النصائح الناس لا ما تعيرش عليا انا كيتصنتوا لي الجدات والامها كتصنت لك العيط انت شكون كيتصنت لك انت الاخر انت تقتي في راسك بان كيتصنتوا لك الامه وانا كتجيني تعليقات وحنا كنتصنتوا مع العائله ومع وغدور في واحد البطل ماشي في البطولات ديال في بطولة التحرير من الناس الأولين اللي نادوا بانعتاق الحرية مساواة المرأة كل شيء. انت ما عمرك جبتي شي موضوع من هذا الموضوع اللي كيتطرق ليه هذاك الانسان وغتقول له عرفتي انا ما دخل عندي انا خصك تحسن الالفاظ وليت كتعطي دروس الموعظه كتعطينا حسن السيره ديال الخرا ديالك. انا كنقول لك الخرا ديالك انت خرائي
انت خراي، انت جيعان، دير شي كروه كبر منك، دير شي وحده اخرى في الحيط اللور باش توري لهاد الالمان، توريهم بان انا عيساوي، ديك مساوي ديال الزبل، ديال الضعف ديالك انت اللي تربيتي عليه وتجي تفرغوا عليا انا. مازال ما عطاوكش وزيد شي كروه اخرى كبيره، ما ديرش ثلاثه هنا، دير وحده اخرى مور العيب. حيد دوك الرايات وحيد داك الخرا مالك، ما دير به، ما عطاوكش هذوك، لان هذوك ما يعطيوكش. الامازيغيه ما تعطيكش وسام وما تعترفش بك، فدير داك الصليب ديال هادو اللي هنا باش وربما كتعتقد انت غايقول راه داير صليب. والرايه الالمانيه داير جوج رايات المانيه ودير رايه امازيغيه، وانت لا تنتسب اليهم، فما بالك انت بهذوك الناس وصحاب راك انت حمار. واش كتصعب انت كتضحك عليهم دابا غدير الرايه وانا محمده السادسه القحبته صافي راك صعب، وها يقول لك اوكي. اعتقد بان ما من حقكش، ماشي انا اؤمن بان الا بغيت تهضر هضر على دوك زمور ديالك، دوك الشيخات، هضر على اختك القحبه، ما تهضرش على الريف، هضر على دوك وانت منهم، من الدين امك يا الحاس الكبه يا لا حق لك ما تهضر على منطقه انت بعيد عليها، ما يقبلوش دين امك، يضيفوك الا ما كانوش عارفين النوايا ديالك، ولكن لا عرفوا النوايا ديالك يدفنوك يا الكلب. المهم هذا من ناحيه اخرى، هذه كانت مساله بيناتنا، بيني وبين خوتي، وكنعاود نكررها للناس الاوفياء الارض، اقصد الريف قبل ما نقصد الاراضي الاخرى الامازيغ الاخرين، كنقصد الريف، لان احنا قصدنا بان، وكان اقتراح ديالي في فيديو بانني ماشي انني انا كشخص، ولكن كمجموعه، كنهضروا كمجموعه، كنقترحوا واحد الوجه صادق ابن الارض مغضوب عليه من العلويين، قابع في السجون، دوز 5 سنين خرج شهر وعطاه 10 سنين. ف كاين شي ميداليه شرف اكثر من هذه. انا كنتحدى اي انسان لا يدوز 3 سنين واللي بقات له شهرين واللي بقات له 4 ايام وصادق، واليوم يطالبون بالسكوت وبالرضا واحد الانسان مرضاش. كنعاود ناكد لكل الاحرار واخص بها منطقه الريف، حنا قادمون على مشروع للمطالبه، غنديروا اون بيتيسيون، ويسامحوني الخوت الا ما تشاورتش معهم. انا تشاورت ولقيت ردود افعال مختلفه، غنديروا اون بيتيسيون، نطالب فيها بان الممثل ديال الريف ديال الامازيغ هو محمد جلول، اكرر محمد جلول وجه يمثلنا. الناس اللي غتخاف وغتقول بان افريقا، وسمعت انا تحليلات ديال الناس تقول لك بان الملكيه غدير لك فلان اخر بلا ما نذكر اسماء، هو ويديروا 10 المليون ديال التوقيعات. الناس خصها تعرف بان احنا هادي ملي كنديروا عقبه في وجه المخزن، لمن كنوريها لاوروبا، اوروبا الديمقراطيه، تنوريها بان احنا صادقنا على واحد الانسان ديالنا وبغيناه يمثلنا. انتخاب، هذا راه انتخاب شرعي ديمقراطي.
حنا ما عندناش السجون، حنا ما سادينش على جلو وحميجق وزفزافي. فالعلوي الا بغات دير 10 المليون 20 مليون توقيع، العالم الغربي تيعرفها هي مولات الحبس، وهي اللي دخلتهم الحبس ودير التوقيع اللي بغات. صاد الفكره توصل الناس، راه في مبادره بطبيعه الحال ما نقدرش ناخذها انا بوحدي ولا الناس اخرين. وكنأكد بانني انا ماشي ريفي، انا امازيغي الاصل، ويهمني الريف والاطلس وسوس، كيهمني كلشي. ما ندعيش بانك تهمني ليبيا وتونس، لا مازال ما لحقتش داكشي، خصني نحل المشكل ديالي. تحيه لكل الاحرار الابرار اللي الطريق ديالهم كينورها لهم، ماشي ما سمعنا وما قلنا، العقول ديالكم تحليل عقلي. واش حنا الا بغينا نقدموا واحد الانسان اللي هو جلول كوجه معبر، نحن نحرج النظام، نحرجوه ماشي مع النظام. النظام حنا عارفين راه هو اللي شد عليه، ساد عليه وشادو ومنطو. فاذا حنا نحرجوه امام الملأ، امام العالم الديمقراطي. حنا كنقولوا هذا كينوب علينا وانتم سادين عليه. فهذه الرساله اللي خصها توصل. اتمنى حنا باقين في حوارات مع 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 خوت باش نوصلوا النتيجه، نوصلوا ونتفقوا اتفاق، ومن بعد غتكون اون بيتيسيون، اون بيتيسيون سيوقع عليها كل الاحرار بان هذاك الانسان يمثلنا. ايها الامازيغ، كنهضر مع الامازيغ اينما كنتم، في الريف، في الاطلس، في سوس، الجنوب الشرقي، يمثلكم واحد الانسان لانه امازيغي، ولانه انسان حر وابن اخلاق وابن تربه. فما تنتظروش منه الخيانه والغدر، لا، هذاك الانسان اللي عاد خرج حتى شهر ما دوزاش نعم الرجوله، لا احد يضاهيه فيكم وفي تانا. ما نقدرش نضايق واحد الانسان الا خرج 5 سنين في الحبسه، ما تمتعش حتى الجلسه مع ولادو ورجع عاوتاني للحبس بعشر سنوات لانه شارك في الحراك. فإلا كان هذا ما كيمثل بالنسبه لكم والو، حنا مجموعه صغيره يمثل لنا بزاف. هذا قدوه اللي ما خصهاش تنسى، ويا ريت يا ريت كل معتقلين كون كانوا بحالو كانت القضيه تكون عندها وجهه اخرى في المنظمات العالميه والانسانيه وحتى الحيوانيه. حتى الحيوانات غيهضروا معكم. يا تحيه خالصه لكل الاحرار، الكلاب الضاله اللي كينسبوا راسهم، الامازيغ بالامس كيف تاخروا. انا كنت جدر ميسيري ليا الصباط، وكنت انا كنت في اليونان وجيت لألمانيا والمحكمه سولتني وقلت لها انا مسيحي، ورئيسه المحكمه قالت لك احسن ما عملتيه في حياتك، وصرت قود. واش كتصعبنا حنا؟ وسير التداس ديالك ولا التيفل ديالك، سير تقود، سير عاود لهم هاد الخرافه ديال دين امك. هذا كتهضر مع الريف يا الخرا، كتهضر مع الريف، تهضر لهم هاد الخرافات ديالك انت. انا كليت البيتزا، انا كدير فيديو تاكل بيتزا وتشرب الروج بغيتي توريهم. وانت راه من راه المغاربه اللي ما تعرفوش هاد القضيه. هذا راه من الازبال ديال الدوله الالمانيه، يعيشوا على الزباله، يعيشوا بالمساعدات،
ما عندكش دين ماش عندك انت اش غدير واش انت كنتي ميكانيسيا دابا انت غتصاوب لهم التراكتورات تصاوب لهم الطنوكاش واش كتعرف الخرات فالمهم تحياتي للتراكتورات وهاد الخراين هادو اللي كيتصحابوا راسكم حتى اللي جيتي غتوري لا ميكانيك الالمانيه وانت كنتي عسكري ديال الخرا عايش الله يطول في عمر سيدنا وتحيات العالم الصباح وفي العشيه كتاكل العدس وجيتي لعند هذوك كريتي الفرماج وانت تلف ها وليتي ما قداتكش بلاكه وحده ديال المسيحيه وليتي كدير التاليه السلسله التاليه السلسله انا قلت لك دير شي وحده كبيره في الحيط يا الحيوان يا الحمار ولا تتكلم باسم الريف ماشي انا كنطلب منك اترجاك غنبول على امك انت الا هضرتي باسم الريف يا الكلب تحياتي لكل احراد طانكيشون سامحوني اخوتي قضيه مقوده يلا سامحوني يلا طانكيشون